المغربي ديالنا امين عدلي جات له اكبر صدمه بعد الصدمه ديال وفاه الام ديالو. والد الركراكي حاليا حيران ديال بصح وما عارفش شنو عايدير في اللائحه الجايه. كما عارفين ان البارح كان نهائي الدوري الاوروبي بين باير ليفركوزن واتالانتا، والنهائي كانت فيه واحد الصدمه صراحه وبزاف ديال المفاجات، خصوصا الصدمه ديال المغربي ديالنا امين عدلي والمدرب ديالو تشافي الونسو. والد الركراكي حيران ديال بصح، هجموا عليه بزاف ديال النجوم والمواهب وما عارفش كيفاش يرتبهم، وفوز القجع وقيل غادي يغيرها. في هذا الفيديو غادي نعرفوا التفاصيل نهائي الدوري الاوروبي وشنو وقع فيه، وغادي نشوفوا شنو غايدير والد الركراكي في اللائحه الجايه. في هذا الفيديو غادي نعرفوا كل شيء، عليك غير تكمل معايا الفيديو حتى الاخر ودير هاشتاغ ديما مغرب وتخلي معك واحد لايك واحد اشتراك، بقى معايا حتى الدقيقه الاخيره بالرجوله. كي تعتبر الدوري الاوروبي هو ثاني اقوى بطوله في اوروبا من بعد الشامبيون طبعا، والدوري الاوروبي كل عام كينافسوا عليه غير الاباطره. بحال العام اللي فات كان نهائي حارق بين اشبيليا وروما، والمباراه كانت سالت بالتعادل 1-1، ولكن في اخر المطاف سالت المباراه بضربات الترجيح. وشكون اللي كيتالق لك في ضربات الترجيح؟ ياسين بونو اللي كيحافظ على المرمى ديالو، هو السبب الرئيسي باش اشبيليا فازت بالدوري الاوروبي السابع. سيدي سيفيا عندها 7 ديال الالقاب الدوري الاوروبي وكتعتبر اكبر تتويجا بهذه البطوله، وياسين بونو يوسف نصيري عندهم 2 ديال الدوري الاوروبي، يعني المغاربه ديالنا ساهموا بالسادس والسابع اشبيليا. وهذا العام كان نهائي مغربي، امين عدلي لاعب باير ليفركوزن لعب نهائي ضد اتلانتا، ولكن كانت المفاجاه صراحه في هذه المباراه، و 99% ديال المشجعين كانوا كيرشحوا باير ليفركوزن هي اللي غادي تفوز بالدوري الاوروبي، وحتى حنايا كنا كنشجعوها صراحه ورشحناها وقلنا ان امين عدلي غادي يعلي الكاس، ولكن كانت صدمه كبيره لامين عدلي حيت كان الحلم ديالو يدي الدوري الاوروبي باش يهديه الام ديالو الوفيه اللي توفات له هذا العام. الناس كيبداو الاعوام ديالهم بالفرح والاشتياق، وامين عدلي في شهر واحد يعني في بداية العام تصدم أكبر صدمة، الصدمة هي فقدان الأم ديالو المتوفية، الصدمة الثانية هو إقصاء من كأس إفريقيا مع المنتخب المغربي، والصدمة الثالثة القوية هي خسارة النهائي الدوري الأوروبي بعد ما موسم كامل بدون خسارة ضربوا لك كبار أوروبا بروسيا دورتموند بايرن ميونخ وبزاف ديال الأوروبيين، ولكن في نهائي ضد أتلانتا ما قدروش يفوزوا باللقب. وصراحة النهائي كان قوي ديال بصح والدراري تقاتلوا ديال بصح، ولكن ما قدروش يسجلوا. المباراة ديال البارح بدات بواحد الأرياحية والهدف كيجيب واحد السهولة صراحة، حيت اللاعب النيجيري أودومولا لوكمان كيماركي الهدف في الدقيقة 12 بواحد السهولة. كلشي كان كيقول لك أن باير ليفركوزن غادي يرتعد المباراة حيت باير ليفركوزن ما عنده حتى شي خساره وشي 6 ولا 7 مرات رجع في المباراه، ولكن بعد ربع ساعه تصدمنا بالهدف الثاني من اللاعب نفسه لوكمان، ماركا واحد الهدف عالمي صراحه. كاملين كنا كنقولوا ان في الشوط الثاني تشافي الونسو غادي يدير اللمسه السحريه ديالو وغادي يدير ريمونتادا، حيت في الشوط الثاني باير ليفركوزن دخلت بواحد الضغط صراحه، واتلانتا ما كاين غير المرتدات. اتلانتا فهمت اللعب ديال اللاعبين ليفركوزن ورجعت اللور المعلم ودارت تكتل دفاعي، الدراري ما قدروش يخترقوا الدفاع ديال اتلانتا، ولكن في الدقيقة 75 صافي في ديك الساعة تشافي الونسو مشى يجلس في الكرسي وربع يدو، حيت من المستحيل يدير شي ريمونتادا. وصلت الدقيقة 75 76 80 صافي تحسمت رسميا، بذلك اتلانتا كتفوز بالدوري الاوروبي لأول مرة في التاريخ ديالها كتفوز بشي لقب اوروبي، وراه 26 سنة ما فازت بشي لقب. وتشافي الونسو صراحة تصدم هاد الخسارة، تخيل السيدي 51 مباراة بدون خسارة وانت كتلعب في الدوري الالماني الدوري القاصع صراحة اللي فيه واحد المنافس صراحة الشرس باير ميونخ، وقدرتي تفوز عليه ذهابا وايابا، وقدرتي تدوز من مجموعة الدوري الاوروبي والاقصائيات بدون خسارة، ولكن ملي توصلنا النهائي المعلم النهائي اللي كان كيتهضروا العالم ضحك عليك العيديان وتخسر، هذه صعيبة صراحة وصدمة اي مشجع كرة القدم. وامين عدلي حتى هو تصدم صراحة ما عرفش شنو عايدة، التقييم ديالو في المباراة كان عالي صراحة، اعلى تقييم في الفريق ديالو، التقييم ديالو 7.2 يعني عطانا المباراة صراحة، لعب اساسي وكمل المباراة كاملة هو واقف ولكن ما بغاتوش. أعظم كأس في التاريخ ديالو كان غادي يعليه هما والراية المغربية وعيفرح مع المغاربة ولكن ما كتبلوش، كان غادي يهدي الكأس ديالو للأم ديالو ما كتبلوش، وقال أنه عاش واحد الشعور غريب صراحة، قال لك لا أستطيع أن أتذكر هذا النهائي. في التصريح ديالو كان حزين للغاية وكان كيقول فيه العام اللي ماجي إن شاء الله يكون خير، دابا غادي نفكروا في كأس ألمانيا وإن شاء الله يكون ديالنا، كيعتذر للمغاربة أنه ما جابش الكأس. والمدرب تشافي ألونسو حتى هو مصدوم، قال في التصريح ديالو
ديالو عمرني ننسى هاد الخسارة في التاريخ ديالي. تخيل سيدي منذ بداية الموسم ما عندك حتى شي خسارة وفي النهاية أحسن دوري اللي عاد لعبوا عاد خسر، صعيبة صراحة. وانتوما قولوا لأخوتي الشعور ديالكم كيف جاتكم باير ليفركوزن خسرت المباراة النهائية. تخسر في الدوري تخسر في الكأس هانية بالحق، في النهائي صعيبة صراحة، ولكن ما عندك ما دير، هذه هي كرة القدم وخاصنا نصبروا صراحة. وكنتمنوا اللاعبين المغاربة المزيد من التألق، بحال إبراهيم دياز عنده النهائي، سفيان الرحيمي مازال عنده النهائي، أيوب الكعبي حتى هو عنده النهائي، يوسف العربي في إفريقيا في أمريكا، المهم مازال باقيين بزاف النهائيات. نتمنوا التوفيق للاعبين المنتخب المغربي. حاليا جاونا جوج ديال الصدمات، الصدمة ديال خسارة نهضة بركان، الصدمة ديال خسارة أمين عدلي في النهائي عاوتاني. المهم دابا خلينا من الدور الأوروبي وأجي نشوفوا خطة وليد الركراكي وشنو غادي يدير. كنكون حنا لا كاليفيكاسيون ديال الحياة ديالكم، سا سا فو الكو دمورير، سا فو الكو دافواغ ليكخون دو تيغ تشاتمي عين داي. وليد الركراكي حاليا كبر عليه الماتش، حيت دابا كاين اكثر من 30 لاعب موهبه طالع، الموهبه من 15 سنه حتى 18 سنه. وليد الركراكي الامور بدا كتصعب له، خاصو يقنع عاد اكثر من 30 لاعب كامل باش يمثل المنتخب المغربي. النص فيهم هاد المواهب صغار مقتنع انه غادي يمثل المنتخب المغربي، والنص اخر مازال متردد حيت مازال صغار، وحتى السن ديالهم مازال صغير على المنتخب المغربي. كنطالبوا المدربين منتخب اقل من 17 سنه ومدرب اقل من 21 سنه ومدرب اقل من 23 سنه هما يتكلفوا بهذا الشيء. وليد الركراكي خليه غير مع الكبار، وملي يشوف شي موهبه في منتخب اقل من 17 ولا اقل من 20 ولا اقل من 23 يجيبها المنتخب الكبار باش ما يكبرش عليه الماتش. حيت تصفيه كاس العالم ما بقى له والو، باقي غير 15 يوم، غادي نواجهوا زامبيا في وسط دارنا وامام الجمهور ديالنا، وغادي نواجهوا الكونغو خارج الدار، واللائحه النهائيه غتعلن الاثنين الجاي. وهاد اللائحه غيكون فيها بزاف الناس جدود صراحه، خصوصا المواهب الصغار. وليد الركراكي هذه هي الخدمه ديالو، عينو على القرش، فين ما كانت شي موهبه صاعده كيتنقز عليها باش يقنع جد مثل المنتخب المغربي. وصراحه هاد الخدمه ماشي ديال وليد الركراكي، هاد الخدمه ديال المدربين ديال المنتخبات الصغار، اقل من 15 اقل من 17 اقل من 21 سنه. اما وليد الركراكي خاصو يركز على النجوم الكبار، يا سيدي الموهبه بحال الياس مصغير ويوسف الخدم هانيه وخا تجيب المنتخب الكبار، وحتى ادم ازنو لاعب بايرن ميونخ حاليا كيلعب مع الفريق الاول، حتى هو يستاهل يكون في المنتخب المغربي. المهم اللائحه الاثنين الجاي غادي نشوفوها وغادي نكتشفوها. في اللائحه غيكونوا 26 28 لاعب، وغيكونوا اسماء جدد ان شاء الله خصوصا المواهب الصغار. وانتم قولوا لي شكون الموهبه الصغيره اللي بغيتيها تكون في اللائحه ديال المنتخب المغربي، قول لي هادشي في التعليقات. الشرح المفصل للنتيجه اخبر الجميع ان لقمان لم يبق دار ليفركوزن على حالها. المغاربه فيهم من الشيء العجيب حقيقه ما يحملونه، زرت المغرب في اكثر من مره، والله والله ما وجدت فيهم الا الحب والتقدير والكرم والحرص الكبير على دينهم وتقاليدهم وعاداتهم، والله زرتها وما وجدت فيهم الا كما قال فيهم الحجاج، المغاربه لا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم ان قاموا لنصره رجل ما تركوه إلا وتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه، فانتصر بهم، فيهم فهم خير أجناد الأرض، واتق فيهم ثلاثة، اتق فيهم ثلاثة، نساؤهم فلا تقربهم بسوء، أرضهم وإلا حاربتك صخور جبالهم، دينهم وإلا أحرقوا عليك دنياك، وهم صخرة في جبل كبرياء الله يتحطم عليها أعداؤهم وأعداء الله. هكذا وجدت المغاربة، وهكذا هم، هكذا هم بطيبتهم وتعاملهم ورقيهم وكرمهم، حفظ الله المغرب وأهل المغرب.